وصلنا مجلس النابودة. أنا بدي أتفاجأ. كم سنة صار لها المكان؟ هذه أساسات سوق الشناصية. برحب فيكم في بيت الفراشات. يا هلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومغامرة جديدة في برنامجكم Drop the Pin في الإمارات. قبل كل شيء أحب أرحب بضيوفي صابرين وفادي. مرحبا شايدة. مرحبا، شو أخبارك؟ الحمد لله تمام. إنزين، عارفين المشاهدين منو أنتي وشو تسوين؟ أوكي، أنا صابرين أم فادي. أوكي، هلا بالإمارات أنا بحاول بوري شو العروض اللي فيه مثلاً في المطاعم، في السوشيال ميديا خاصة. أوكي. بالتحديد للأطفال، يعني لأنه مع فادي بنروح بنكتشف مطاعم أماكن للأطفال، فاليوم قلت خلي نشوف مع شايدة شو عندها جديد. نورتوني ونورتوا البرنامج. أهم شيء أني اخترت لهم وجهات فيها شوية انترتينمنت حق الأطفال وتصلح للعائلات وطبعاً لنا كلنا كبار وصغار. الحين متحمسين نروح نبتدي جولتنا؟ رايحين إمارة الشارقة وبنبتدي من قلب الشارقة. وصلنا مجلس النابودة، الوجهة الأولى وبداية رحلتنا. بصير نشوف الأخت فاطمة الشويهي وأكيد بناخذكم ويانا. Let's go. Let's go. Let's go. صباحكم الله بالخير، حياكم الله. طبعا بداية حابة أعرف بنفسي، وياكم فاطمة الشويهي رئيس قسم الإرشاد الثقافي في قلب الشارجة. قلب الشارجة هي وجهة من وجهات هيئة الشارقة للاستثمار وتطوير شروق من أجل إعادة إحياء المنطقة مثل ما كانت عليه في خمسينيات القرن الماضي. فهذا هو أول مكان سكنوا فيه الآباء والأجداد في المنطقة في الخمسينيات القرن الماضي، ونحن نعيد إحيائها مثل ما كانت قبل. كيف؟ من خلال أن نعيد بناء المباني اللي انهدمت قبل، أو عمليات ترميم تقام في البيوت على أساس أن تحافظ على جمالية دورة ونقها إلى يومنا هذا. ومثل ما نعرف أن اللي ما له ماضي ما له حاضر ولا له مستقبل. وعشان نقدر أن اليوم نستمتع بوقتنا أكثر ونمشي في السكيك الجديمة ونكتشف أزقة قلب الشارجة، ببدأ بالضيافة الإماراتية وبالتمر. تفضلوا قربوا. تسلمين. الله يسلمك. الله يخليك. العفو. شكرا فادي. أي واحد تبغى تختار. وما ننسى القهوة العربية. تفضل حياك الله. كيف من السنة ان احنا ناخذ قعده؟ صحيح. نعم. First my guest. شكرا. Thank you. فادي طبعا ما يشرب قهوة. لا راح نلاقيه في السطح يا بابا. ممكن فنيان خالي؟ شكرا. اذا في الماضي كانوا الناس يلسون في الميالس ويرمسون عن امور مو بحابين ان تنتشر، او ان المقهوي يستخبر عن السوالف اللي هم يرمسون عنها. اوكي. فشو يصير؟ يشوفون منو الصم في الحي او الفريج وياخذونه على اساس يكون هو الشخص المقهوي اللي قهويهم. فالحين قبل نخبر هذا الشخص ان نحن اكتفينا من القهوه، فلازم نهز الفنيان ونخبره ان نحن اكتفينا بالقهوه. والهدف كان انه ما يسمع سوالفهم يعني. بالضبط. معلومه جديده ما كنت اعرف عنها. انتهيت. لابد ان نزور اول سوق في دوله الامارات العربيه المتحده. اللي هو سوق العرصه. سوق العرصه. يلا. خلصنا من مجلس النابودة والحين سايرين سوق العرصة، وأكيد بناخذهم ويانا. Let's go. حياكم الله. عندي سؤال حق فادي. فادي، ليش سموا سوق العرصة بهالاسم؟ تعرف عليش؟ عليش؟ إيه. إن نحبها بلاصة. تحبها بلاصة. هو يحب المكان يعني. يحب وحب المكان عشان شي سموها سوق العرصة. أكثر في قلب الشارجة. سوق العرصة سمي بهذا الاسم
بالنسبة للمنطقة اللي هي الأرض الفضاء اللي تحيط بها المباني اللي مجابلة لسوق العرصة. أيوة. من هذا المنطلق اتخذ سوق العرصة الاسم اللي هو العرصة. وقبل كانت هاي يسمونها عرصة الصخام، لأن كانوا بعران التجار البدو تنخ في هاي المنطقة ويأخذون الأغراض ويبيعونها في سوق العرصة. واو، المكان خيال. يسر مزين. أول مرة نجي المكان في الإمارات هكا بتاريخ، تحس تاريخ. شو هالمكان فاطمة؟ طبعاً هذه ساحة سوق العرصة، ونلاحظ المحلات اللي موجودة تشتهر بالقطع الأثرية والتذكارية، فهاي وجهة السائح الأولى يوم يزور المنطقة عساس إنه ياخذ قطعة ذكرى بزيارة الإمارة الشارقة. إنزين، كم سنة صار لها المكان؟ هذا السوق عمره ما يزيد على 150 سنة. 150 سنة. يا الله. ولابد من زيارة استوديو هاني مون. لأن في صور أخذها واحد من أوائل المصورين في إمارة الشارقة اسمه حميد دوراني، فبتعود بنا الذاكرة إلى 1960 من خلال الصور اللي تزين جدران الدكان. أنا وايد أو البحر. يلا يلا نروح. نحن حين في محل حميد دوراني. نعم. وكل الصور اللي موجودة هنا خذاها بعدسته من 1960 إلين قولي قبل الاتحاد تقريبا. يعني قبل الاتحاد تقريبا 10 سنوات. فمثلا هاي الصورة لفتت انتباهي. نعم. اللي هي شيارة الرولا. هاي الشيارة كانت من أهم المعالم اللي موجودة وما زال مكانها موجود في المنطقة. الشيارة هاي موجودة؟ الشيارة للأسف مش موجودة، ولكن أحطنا المنطقة وزرعنا فيها شيار رول. نعم. على أساس أن نحافظ على مكانتها وقيمتها التاريخية في المنطقة. كل الاحتفالات كانت تقام تحت شيارة الرولا، وكانوا البنات يتمريحن، وكان سباق الخيول يقام قدام الشيارة. وكم تتوقعون كم شخص يقدر يوقف تحت شيارة الرولا في أي احتفال؟ والله أنا أشوف إن في زحمة، بس ما أقدر أتخيل كم شخص. 200 شخص؟ لا زيدي. 300؟ بعد من يزود؟ 400؟ كبيرة. لقصري شوية. شوية قصر. في النص. 500. الصراحة لين الحين وايد مستمتعين بالجولة يا فاطمة. What is next؟ شو عنا بعد؟ إن شاء الله بنقضي بعض الوقت نسوي ورش العمل اللي موجودة. فادي بيلون بارجيل يعتبر. فادي بيلون. You're gonna paint. تعمل كولورينج. تعمل كولورينج. أوكي. أصلاً مل لازم يسوي شيء، فبيصور بيلون البارجيل. تعرفين شو هو البارجيل يا صابرين؟ أنا ما فهمت شو هو، بس حسب ما شفت كأنه سمعت فاطمة قالت إنه في يدور الهواء يبرد المكان أو شيء هيك، صح؟ اشرحي لي صابرين شو هو البارجيل. البارجيل هو عبارة عن أداة التكييف سابقاً. أوكي. كان الهواء يدخل من 4 جوانب في البارجيل. أوكي. ويعطي نوع من البرودة في الغرفة، وعشان يزيدون بعض الناس البرودة في القرف كانوا يأخذون قطعة قماش ويبلونه بالماء ويعلقونه تحت البارجيل. لا يدخل هواء بارد فعلا. يعني أوكي فهمت. التقنيات الجديدة أصلاً غشوها من الجدار. والبارجيل اللي باللون اليوم وفادي بياخذه ويا البيت هو عبارة عن بارجيل بيت وميلس إبراهيم المدفع. أوكي. الوحيد الدائري في دولة الإمارات العربية المتحدة. هو عادة في البيوت الإماراتيين مربع بظن. صحيح. عليك. لهيك أنا ما عرفته. أوكي بارجيل. نعم بارجيل. بعد لكم نصيب من ورش العمل. بنلون بس مو بالألوان، بالقهوة. احنا بعد بنلون. وبعد لوحاتكم تقدرون تاخذونها وياكم. شكرا. من قلب الشارقة. شكرا. يلا يجي تقدرون تحجزون ورش العمل والجولة اللي احنا فيها عن طريق
شروق للتطوير. كيف يكون عمليات الحجز عندكم؟ عندنا الموقع ديسكفر شروق. ديسكفر شروق. نعم. أو التواصل معنا على مكتب قلب الشارجة. نعم. والحجز مباشرة. صراحة كانت تجربة جدا ممتعة. أنا استمتعت مع إنها الخلا مالتي والله إنها بس هاللي طلع وياي. لا ما شاء الله أنا وايد يعني. أنا أهديك هاي اللوحة حطيها على مكتبك وتذكريني. أكيد. واو شوفوا بارجيل فادي كل الألوان. حتى في وشو يعني في الألوان. برافو تسلمين فاطمة على هاي الفقرة الجميلة صدق استمتعنا فيها. الحمد لله ونحن بدورنا بنهديك هذا البارجيل لأنه ما عليه تزود يعني هذه لمساتك هني موجودة هذا شيء بسيط. تسلمين تسلمين شكرا شكرا فاطمة تسلم إيدك حبيبتي. انزين what is next؟ سوق الشناصية. تحبين الكرك يا صابرين؟ نموت هالكرك. خلاص بنصير ناخذ كرك وبنشيله ويانا نصير سوق الشناصية. يلا سرينا. هذه أساسات سوق الشناصية اللي أعدنا بناء السوق على نمطها. ف يعني هالأصلي. نعم. وهذا اللي كان بالإمكان يتأجر المحل ولكن آثرنا أن يكون شاهد على عمليات الحفر والتنقيب من أجل إعادة إحياء المنطقة كما كانت عليه في خمسينيات القرن الماضي. شوفي يعني ها من الخمسينات صابرين يعني هاي الأساسات الرئيسية بعدين بنوا السوق بناء على نفس النظام اللي كان مبناي فيه. والله فكرة جميلة أن أنتوا حافظتوا على هالبارت. مو بس اللي حصلناه هو المحار انما قطع البورسلين اللي موجوده عندنا هنا واربع ما يزيد على 400 عمله او مسكوكه. هالقطع قديمه شو هذيله؟ هذيله بعد بعض القطع اللي تم ايجادها اثناء عمليه التنقيب في المنطقه. خلصنا جولتنا في اسواق قلب الشارقة. الصراحة كانت جولة وايد ممتعة. الحمد لله. شكرا على وقتك. شكرا واجب. على طولة بالك. الله يسلمك. وشكرا على المعلومات القيمة اللي عطيتينا اياها. واجب. انا اخذت من عندك برشا معلومات تراثية وعرفت يعني خاطر الامارات الناس بتجي تجي يعني للاشياء البنايات الضخمه والاشياء هاي يعني النيو. بس اليوم عرفنا تراث الشرق قلب وصلنا لقلب الشرق يعني لمسنا قلب الشرق. النبض كله هني. الله يسلمكم. شكرا. تسلمين. الله يسلمك. فاطمة وين الحين متجهين؟ الحين متجهين لفندق تشدي البيت. فندق تشدي البيت. بناخذ بنصير بنكتشف. بناخذ هناك ريفرشمنت. نتغدى. نستكشف المكان. علشان نحضر نفسنا حق الجولة الثانية. الجولة الأخيرة. الجولة الأخيرة. فادي يلا نروح. يلا. يلا. Let's go. كنت تخبريني عن فندق البيت. نعم. فندق البيت هو فندق من طراز الخمس نجوم لأول مرة في الدولة موجود في بيوت تم تحويلها إلى فندق مثل اللي نشوفه اليوم هني عندنا. يعني هالبيت موجود من قبل وسويتوه فندق؟ نعم هذا البيت يزيد عمره على 100 سنة. واو. وتم تحويله إلى فندق تشدي البيت.
ما بتكلم عن المكان وايد، بس بتاخذون جولة تشوفون أجواء المكان الجميل اللي احنا جالسين فيه، وتتعرفون على فندق شادي البيت. شادي البيت. الفندق الجميل والأجواء الممتعة، أخذنا بريك حلو، تغدينا الصراحة الأكل غير عادي، غرام. الرحلة كانت جدا ممتعة، والمعلومات والأشياء اللي عطيتيني يا فاطمة جدا ثمينة لا تقدر بثمن. الله يعطيك ألف عافية، لأن صدق وجودك، حضورك، أسلوبك، سماحتك إضافة جميلة لهالمنطقة الحلوة اللي إحنا كنا فيها. شو رأيك أنت؟ أي والله يسر مزينة بلاصة، وما كنتش متخيلة إنه في الإمارات في أماكن مثل هيك اللي تحسك بالتراث أكثر شيء، لأنه يعني إحنا يعني نحبوا التراث، نحبوا نشوفوا الحاجات هذوما، واليوم عايشك فاطمة. أهم شيء استمتعتي ويانا. استمتعنا الحمد لله كثير، وبدلنا غيرنا الأجواء يعني تبع صخب المدينة والأشياء هذه، ومشينا عبر التاريخ. بالضبط، وتعلمنا برشا حاجات وايد. كانت رحلة ممتعة وجميلة في قلب الشارقة. شكرا لشروق، وشكرا للأخت العزيزة فاطمة الشويهي. وجهتنا التالية جزيرة النور. تعالوا ويانا واستمتعوا باللحظات الجميلة اللي احنا بنعيشها وبننقلها لكم عبر الشاشة الصغيرة. وصلنا وجهتنا الأخيرة جزيرة النور. مستمتعة وياي لين الحين؟ ايه. طلعتي من ساعة ثمانية الصبح؟ عادي عادي عادي. انت مستانس؟ هي؟ وين جايين احنا؟ نور؟ نور؟ ايلاند. ايلاند. فادي وايد متحمس نروح نشوف باترفلاي هاوس، حديقة الفراشات، ونتعرف على أنواع كثيرة من الفراشات والمخلوقات الجميلة اللي موجودة هنا. أكيد بناخذكم ويانا في جولة نستكشف جزيرة النور مع بعض. Let's go. Let's go. يلا فادي. يلا ماما. يلا. برحب فيكم في بيت الفراشات. الحين نحن سارين بيت الفراشات اللي هو عبارة عن فراشات طبيعية حية. بيت الفراشات. نعم. كم فراشة عندنا؟ 500. 500 فراشة. عندنا 500 فراشة من نعم. 14 نوع. نجيبهم من دول شرق آسيا، كوستاريكا، الفلبين. نعم. عنصر الجذب الرئيسي لجزيرة النور بيت الفراشات. ما شاء الله يزورنا زوار من جميع دول العالم. ما شاء الله. From all the world they come here to visit us. شوفي لاحظي الفراشات غذائهم الرئيسي اللي هو عبارة عن البرتقال والأناناس والموز. نحن عندنا في ملاحظة بعد، نحن عندنا هنا في بيت الفراشات education team. حلو. فريق خاص لبيت الفراشات. نعم. اللي هو زميلي علي. علي واحد من الإدوكيشن تيم. نعم. يرحب في الزوار. نعم. يخبرهم عن مراحل نمو الفراشات. نعم. أي سؤال، أي شيء يحتاج الزائر. نعم. في بيت الفراشات عندنا فريق مختص. أيوة. يرحب في الزائر، يجاوب على كل الأسئلة اللي يحتاجها الزائر، وعندنا من جميع الجنسيات. حلو. عندنا أفريقي ما شاء الله، عندنا عربي، عندنا تكلمون يعني آسيوي. لغات مختلفة. كل اللغات، بحيث أنه لأنه ما شاء الله هني تعرفين في الجزيرة يزورنا زوار من جميع دول العالم، فحطينا فريق يجاوب على كل أسئلة الزوار بكل اللغات. بكل اللغات. سؤال، هل يحتاج أنهم يكونون مسوين حجوزات مسبقة ولا ممكن يجون دايركت؟ لا دايركت على طول. على طول. هي. بس في عندنا خيارات، تقدرين تحجزين عادي حجز عادي من البوابة. نعم. أو عن طريق الأونلاين جروبون. في عندنا بلاتينيوم، مجرد ما تجيبين الباركود بس. نعم. نسوي ريديم من البوابة ونعطيك التذاكر على طول. إذن الحجوزات ممكن تكون مسبقة، أو أن تكون على البوابة تأخذون تذكرة الدخول وتستمتعون بالأجواء الجميلة اللي موجودة في الباترفلاي هاوس. إحنا نكمل جولتنا
وبنستمتع بالأجواء الجميلة اللي احنا فيها وأكيد بنمتعكم بها. خلصنا من جزيرة النور، طبعا ما شبعنا من المكان، كان وايد حلو. شكرا على التجربة الجميلة والمعلومات الجميلة اللي عطيتنا إياها. والله شكرا شيدا، كان يوم كثير ممتع يعني. فادي استانستي في كل شيء؟ استانست فادي؟ بس سوانا 10 اليوم فادي، وايد زعجنا الصراحة. لا لا فادي شاطر، هيز ا جود بوي حبيبي انت. شكرا لك، شكرا لك. ثانك يو شيدا. حبيبي انت. زين ما تسلم علي؟ سلم علي. يا هلا يا هلا. شكرا ياسر، وايد استمتعنا وياك. شرفنا والله فيك، وصدق انت متعتنا وعطيت اضافة جميلة للمكان الجميل اللي انت احنا فيه. وجه كلمة للمشاهدين. أكيد أنا أول شيء بداية أتشكرت شيدا، شكرا على زيارتك صراحة، شرفتينا اليوم. وأشكر تلفزيون الأنس، يعني صراحة زيارتكم هاي شرف لنا، وأتمنى تعيدوا الزيارة مرة ثانية وتزورونا في جزيرة النور. وأشكر تلفزيون الآن على هذه التغطية الممتازة، يعطيكم ألف عافية وشكرا جزيلا، أتمنى نشوفكم مرة ثانية إن شاء الله. شكرا للشروق، شكرا لفريق العمل قلب الشارقة جزيرة النور، استمتعنا وايد. ترقبوني دائما في حلقات مميزة وجميلة وأماكن سياحية وترفيهية ما تحصلونها إلا في شاشتكم Drop the Pin في الإمارات. لا تنسون تسوون تشتركون في القناة سبسكرايب وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد على تلفزيون الآن. أحبكم وايد.